مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه. شكل الاسنان مهم جدا بالنسبه للوش او للانسان عموما، ولما بيكون في مشكله في اسناننا سواء اسنان مفقوده او مكسوره بتخلي شكل وشنا كله مش حلو ومش لطيف، وساعات بنتحرج جدا جدا وبنحط ايدينا على الشفايف عشان نداري ابتسامتنا او ضحكتنا. النهارده هنتكلم عن عالم الاسنان كله مع ضيفنا اللي مشرفنا واللي وحشنا جدا جدا، الدكتور نبيل السباعي، حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. اقول منورنا ويعني وحشتنا جدا. بجد العيله كلها يعني كل العيله السباعي نورنا دكتور. دكتور في البدايه كلمنا شويه عن مراحل التسوس، يعني بتبتدي ازاي وتنتهي ازاي واسوأ حاجه فيها ايه؟ بص، هو ربنا خالق يعني سبحان الله نظام يعني نظام اللي هو اليرت، اللي هو بيبقى تحذيري للانسان. خلاص اول حاجه ربنا بيخلقها ان السنه لما يحصل فيها تسوس بسيط تبتدي تدينا انذار مع السائع مع السخن. المفروض طبعا العيان ان هو يتجه على طول لطبيب الاسنان علشان يلحق المشكله دي في بدايتها، لان احنا النهارده نشوف الصور مراحل تسويس الاسنان. يلا نبتدي نشوف اول صوره. خلي بالك هنتكلم قبل تسويس الاسنان، احد اسباب تسويس الاسنان المشاكل اللثويه. طبعا مش كل العيانين بيعرفوا او كل الناس في مصر تعرف فكره ان انا لازم كل 6 شهور اعمل كحت جير. خلاص وبالتالي بيحصل زي الصوره دي التهابات لسه على مراحل زي ما احنا شايفينها. تبقى في الاول صحه السنه تمام ما فيهاش مشكله، يبتدي يحصل جنجيفايتس او التهاب لثوي، يبتدي الالتهاب اللثوي يزيد شويه يخش يعمل تاكل في العظم. بعدين في اخر صوره على اليمين خالص يبتدي يحصل بون ريسيشن، تاكل في العظم كمان مع اللثه. طبعا دي بعد كده هتأدي اللي هي الستيج 2 اللي هو بتدي السنه تسوس. في الصوره اللي بعديها نبتدي نشوف مراحل تسويس الاسنان. ربنا خالق برضو زي ما اتفقنا احنا عندنا السنه بيبقى اول حاجه فيها اللي هي الانامل. خلاص بعديها دي بيجي فيها تسوس، بتدي يحس وجع مع السائع مع السكر الكلام ده كله. الصوره اللي جنبيها نمره 2 تلاقي ان ابتدى التسوس يزيد شويه، يقرب العصب اللي هو الاحمر اللي جوه. يبتدي العصب يبتدي الوجع يبقى صاروخي شويه، اللي هو يقول لك الوجع بيضرب في الدماغ. ده انذار تاني ان خلاص التسوس قرب للعصب، الحق نفسك ما توصلوش للعصب. الانذار التالت اللي هو يبتدي بقى التسوس وصل للعصب، خلاص هنا يحصل بقى عصب هيبتدي يخش فيه انفكشن، يبتدي يلتهب، يبتدي يعمل بقى اللي هو وجع مش صاروخي بقى اللي هو ما بينامش. البيشنت ساعتها ما بينامش او العيان. دي اسوأ حاجه؟ دي يبتدي بقى بعد كده اللي يرتاح. يكون العصب مات فمش حاسس بحاجه، بس يبتدي يحصل مشكله تانية اللي هو الخراج. الحق بقى نفسك، روح للدكتور، الحق الخراج. طبعا في عيانين كتير بتلجا للصيدلي في في المنطقه دي، ديو مسكن او اي حاجه، يروح للصيدليه يقول له انا عندي ورم او حاجه. يقول له طيب خد مضاد حيوي مسكن الكلام ده كله. ويبتدي ما يروحش لطبيب الاسنان، هو هنا ما عالجش نفسه، هو خد حاجه مؤقته. ان هو خد مضاد حيوي علشان يحصل ينشف الصديد او حاجه، بعد كده هيوقف المضاد الحيوي هيبتدي يحصل له نفس المشكله الثانيه. الصوره اللي بعد كده هنشوف مراحل بقى اللي هي الاسنان. دي اول حاجه الصوره بتبتدي تسوس هنا بسيط. هنا لو اتجه المريض ساعتها لدكتور الاسنان كل اللي هيعمله الدكتور ان هو هيشيل ينظف التسوس ويحط مكانه حشوه في نفس الوقت. الصوره اللي بعديها هتبتدي طبعا بقى عيانين بقى مهمله جدا. السنه هنا وصلت لمرحله ما بعد العصب اللي هي بقى بنضطر كدكتور اخلع، ما فيهاش هزار. الصوره اللي بعديها هتلاقي السنه متدمره جدا. احنا بنوريكم كمان مراحل التسوس يا جماعه عشان لسه متابعنا. بالظبط. هنا بقى هتلاقي الصوره دي بتتكلم عن اللي هي الدكتور هنا هو هيلجا بقى لحشو عصب او لا، دي الدكتور بيحددها بناء على ايه. دي طبعا احنا التسوس عندنا ليه مراحل، يعني انا النهارده التسوس لو داخل جوه الجذور فالسنه مستحيل علاجها. خلاص لازم تدخلها زي الصوره دي. طبعا التسوس هنا دخل في منطقه تحت اللثه، فاحنا كاطباء مستحيل ان احنا نخش ننظف تحت اللثه. الصوره اللي بعديها دي برضو مراحل ناس سابت بقها كتير جدا لحد ما هتوصل للمرحله دي. المراحل دي طبعا يعني بتبقى ناس دي مهمله دي مالهاش علاج، دي بتشيل السنه نفسها. بالظبط. دي ناس مهمله جدا، ويعني ربنا يعني بيديك انذار من الاول خالص عشان تلحق السنه بيبقى فيها حشو وتروح للدكتور تعمل الحشو، لكن انت طبعا بتكسل تهمل. نتيجه بقى خوف من اطباء الاسنان والكلام ده كله. النهارده بقى هنبتدي نتكلم عن حاجات تانية اللي هي حشو العصب. ده بقى في ناس بقى بتقلق جدا منه، وهل يا ترى بقى يعني بقى اسهل شويه وبقى ما بيوجعش زي زمان؟ الحشو بالزبط. كلمه حشو العصب ده دي عصب يعني مرعبة. ما فيهاش كلام يعني عصب. ايه الجديد بقى في العصب؟ طيب بص اقول لك حاجه، مبدئيا احنا بنتكلم عن الحشوات العاديه. احنا دلوقتي الحشوات العاديه بنقدر نأديها من غير بنج. خلاص احنا عندنا اجهزه اللي هي البيزوتوم، الحاجات دي تشتغل على تنظيف التسوس بدون بنج. خلاص
طبعا في حاجه كمان، ان احنا لما تيجي بقى السنه تلجا للعصب، او اضطريت ان انا هعمل استئصال كامل للعصب واعمل حشو جذور او حشو عصب. طبعا احنا عندنا الاخصائي بتاع حشو العصب ده دكتور ما بيشتغلش في حاجه في حياته خالص غير ان هو بيشتغل حشو عصب فقط لا غير، مدرس مساعد في الكليه والكلام ده كله، ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيدرس حشو عصب، بيشتغل حشو عصب. الطبيب ده بنجاي طبعا بنوفر له احدث الاجهزه علشان يقدم لي الخدمه متكامله للمريض. بمعنى ايه؟ بمعنى الصوره اللي هنلاقيها دلوقتي ده احدث جهاز لحشو العصب. ازاي احدث جهاز؟ احنا زمان كنا بنضطر عشان الجدر ده ليه طول، يعني حشو الجذور اسمه حشو جذور، فالجدر طبعا من سنه لسنه من بني ادم لبني ادم طوله بيختلف، ممكن يخش في 18 مللي 20 مللي الكلام ده كله. كنا زمان بنقعد نشكشك في العيان ونقعد نجرب وناخد اشعاعات كذا مره عشان نتاكد من طول الجدر. الجهاز ده بيبين لي من غير اي تغيير؟ ده زي السونار، بيخش يقول لي انا وصلت لاخر الجدر. هو في ميزه كمان ان ده اسمه روتري، ما بقاش فيه الشغل بالايدين، يعني كان زمان حشو العصب بيدخل كده زي ابر ويقعد يطلعها والكلام ده، الكلام ده كله ملغي خلاص. السيرو اندو ده جهاز بيخش جوه القناه العصبيه يطلع يكون خلص كل حاجه. طيب دكتور، امتى بقى او ازاي الاسنان الانسان بيفقد اسنانه وطرق العلاج كمان ازاي نعوض الاسنان المفقوده دي؟ بص اقول لك حاجه، احنا اتفقنا ان احنا لو ما اهملناش في الفتره اللي فاتت دي كلها مش هنلجا لفقدان الاسنان. هو من البدايه بس، يعني انت بتقول يا دكتور كده والناس ما بتعملش بالظبط اللي هو الفكره كلها في الاهمال. طيب انا النهارده لو لجات غصب عني خلاص السنه اتفقدت، ممكن تبقى نتيجه حادثه مش شرط اهمال، حاجات كتير قوي او ما طلعتليش اصلا او الكلام ده كله. معانا كمان مجموعه صور ممكن نشوفها واحنا بنتكلم. انا من الناس دي مراحل فقدان الاسنان، الناس دي طبعا حصل، يعني لو لاحظتي الوش في الاول الصوره اللي على الشمال وش طبيعي حلو طبيعي جدا تمام، في الصوره الثانيه اللي في النص ابتدت تحصل فقدان الاسنان في الفك العلوي، فابتدت الشفه تخش اللي فوق لجوه والشفه اللي تحت الدقن ابتدت تخش لتحت شويه بس لسه مش قوي. الصوره الثالثه اللي على اليمين خالص حصل فقدان تام في الفك العلوي والفك السفلي، بقى ده الشكل ده بنشوفه اكتر في السيدات او الرجال الكبار السن المسنين طبعا. انا من الناس اللي ما بلجاش ده، طبعا الحاله دي زي ما انت شفتيها دي طبعا زراعه ما فيهاش كلام. طيب انا من الناس اللي ما بتلجاش لتعويض سنه مفقوده بكوبري، لو نسمع عن الكوبري اللي هو زي الصوره اللي فاتت دي، انا ببرد سنه قبليها وبعديها علشان اعوض حاجه في النص بالظبط. فانا من الناس اللي بترفض التركيبات الثابته لتعويض سنه عشان بتبوظ يا دكتور السنتين اللي هو انا عندي زم. سنه في النص هعوضها بزرع. طبعا السن الصوره دي انا برفضها تماما، ان انا اعوض سنه في النص زي دي ابرز سنه اللي عليها. بس لسه في دكاتره بيشتغل طبعا بيها. طبعا في ناس بتشتغل بيها. الصوره اللي بعديها اوريكي شكل الاسنان حقيقي مبروده بيبقى شكلها عامل ازاي. اوكي نشوف الصوره اللي بعدها. يعني انا هسال حد انا ليه ابرد اسناني واصغر حجمها للبرد للشكل ده عشان اعوض سنتين يعني في النص؟ يعني دول مبرودين؟ طبعا اللي في النص دول مبرودين، شوفي حجمهم صغر ازاي بالنسبه للاسنان الثانيه. طيب انا النهارده لو عندي السنتين دول في النص ناقصين هعمل ايه؟ هعمل زراعه تمام. الصوره دي طبعا حاله اسمها ايميديت امبلانت ايميديت لودنج. الصوره اللي على الشمال فوق دي صوره سنه اللي هي اللي فوق يمين ديت على في النص فيها مشكله اللي هي الاشعه مكسوره اهي في الاشعه لو ركزنا. الصوره اللي على اليمين ده بعد ما خلصنا. الصوره اللي في النص تحت دي شكل الزرع اول ما ركبت، بعد كده الصوره اللي على اليمين فوق دي اللي فيها الطربوش بعد ما استلمنا. ان هي طبيعيه قوي يا دكتور، هي طبيعيه جدا واللون وكل حاجه طبعا هي احنا بنعمل زراعه عشان نوصل للشكل الجمالي اللي هو المطلوب. دي حاله تانية برضو السنتين في النص فوق زي الصوره اللي قلنا، لو كان كنت المفروض زي الصوره اللي قبل كده ان احنا قلنا هنبرد يمين وشمال. لا احنا هنا عندنا سنتين في النص فاضيين ناقصين، حطيت زرعتين عملت عليهم طربوشين عملوا لي الشكل كامل. نفس الكلام دي صوره حاله عندي الفك العلوي الشمال كله فاضي، حطينا اربع زرعات. الصوره اللي بعديها توريكي شكل الاسنان بعد ما خلصنا وعملنا لها للسنتين عملنا للسنتين اللي على اليمين في الوش تجميل. طبعا دي الصور دي كلها بتثبت لك ان النهارده العصر اللي احنا فيه لازم نعمل زراعه اسنان. طب دكتور استخدامات الليزر كتيره قوي، يعني في عالم طب الاسنان بقى بتستخدموا الليزر ازاي؟ طيب احنا طبعا المركز عندنا موفر جهاز البايوليز. خلاص اجهزه البايوليز دي من اشهر اجهزه الليزر في مجال طب الاسنان، وعلى فكره كمان للجلديه بيستخدموه. جهاز الليزر بتاعنا بيعمل اول حاجه بيعمل دي بيجمنتيشن اللي هو التصبغ، ده جهاز البايوليز. التصبغ اللي في اللثه، في ناس اللثه عندها بتبقى اسنانها حلوه جدا بس اللثه عندها زرقاء فيها بقع كلام بالظبط. طبعا الصوره اللي جايه دي هتوريكي يعني ايه دي بيجمنتيشن، ان هو بيشيل تصبغ اللثوي يرجع اللثه تاني لونها الطبيعي البينك اللي هو اللون الشكل الحلو الوردي تمام. طبعا في حاجه تانية ممكن نستخدم فيها اجهزه الليزر اللي هي جنجيفاكتومي او الجامي سمايل زي الحاله ديت على الشمال. اللثه اللي على الشمال شوفي كانت طولها عامله ازاي والسنه شكلها قصير كده، ويعني تحسيها قصيره. دكتور نبيل احنا لازم فقرات كتيره قوي عشان نشوف كذا احنا حاجة. هنحكي الكلام ده كله ان شاء الله باستفاضه. دكتور نبيل سباحه حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه، استنونا ان شاء الله فقرات جديده من طبيب الحياه. الى اللقاء.
مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان. أهلا بيكم فقرة جديدة، فقرة مميزة من طبيب الحياة. جراحات السمنة كتيرة جدا، ومشاكل السمنة وأمراض السمنة كتيرة أكتر من كشكل. يعني السمنة كشكل أوكي بتضايق وبتخلي ثقتنا في نفسنا قليلة، بس السمنة نفسها أمراض كتيرة ممكن تجيبها لنا، زي السكر، زي الضغط، زي أمراض القلب، وكمان صعوبة في الحركة. عشان كده جراحات السمنة من الجراحات أو من العمليات اللي حققت نجاح كبير جدا جدا، وسمعنا أكتر من عملية وشفنا بتناسب مين. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن جراحات السمنة الكلية أو السمنة المفرطة وبتناسب مين وإزاي بتتم إجراءها، ولازم نختار الطبيب ذو المهارة العالية جدا والخبرة. مش أي طبيب ممكن يقدر ينجح عملية حتى لو العملية نفسها ناجحة. عشان كده معنا النهاردة الاسم الكبير والقيمة والقامة العلمية الكبيرة، أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، وأيضا رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بيك دكتور أحمد، ومنورنا. ازيك، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ كل سنة وأنت طيب. أنت طيب. حرمتنا منك يوم الأحد اللي فات على الهواء، بس المشاهدين طبعا رسائل كتيرة قوي جت لنا على الفيسبوك، عايزينك معانا على الهواء. إن شاء الله نتابعكم على طول. دكتور أحمد، في الإنترو بتاعي زي ما أنا قلت، جراحات السمنة وعمليات السمنة كتيرة جدا، وحضرتك يعني زي ما احنا بنقول كل مرة رائد من رواد هذه الجراحات. في البداية دكتور، عايزين نعرف ايه الفرق بين عملية تحويل المصغر للمعدة وتحويل المسار القديم؟ والحقيقة أنا عايز ألفت نظر على الجملة اللي حضرتك قلتيها في الأول، إن جراحات السمنة المفرطة أصبحت الآن في تطور شديد جدا جدا. لو احنا رجعنا قبل ما نتكلم عن عملية لتاريخ جراحات السمنة قبل العشر سنين اللي فاتوا، وجراحات السمنة بداية من عشر سنين فاتوا، في طفرة قوية جدا، في طفرة من ناحية تغير الإجراءات في العمليات، في طفرة من ناحية تغير الأدوات، في طفرة من ناحية تغير طرق التخدير، في طفرة من ناحية إمكانيات الأطباء والتدريب والاطلاع. فالطفرة دي أدت إلى حدوث ثقة من الناس تدريجيا. لما مريض كان زمان يعمل عملية سمنة مفرطة والناس تشوفه مش مبسوط أو هزيل أو بيرجع أو عنده المشاكل اللي كنا بنسمع عنها زمان، يرجع ما يفكرش يعمل عملية. فكان نسبة كبيرة من العيانين كويسين، وفي نسبة بيحصل معها مضاعفات كانت بتخلي الناس تحجم عن إجراء جراحات السمنة المفرطة إلى حد كبير. الأيام دي العكس تمام، كل مريض بيعمل والناس بتشوفه الحمد لله في أحسن حال، وتخلص من المضاعفات وتخلص من مشاكل السمنة والسكر والضغط والكوليسترول وخشونة المفاصل وشكله كويس وبقى شخص جديد، بيديله دفعة وإحساس بالأمان. فبدأت الناس تقبل إلى حد كبير. وخدي بال حضرتك، البراكتس بيحسن المستوى. يعني الجراح زمان لما كان يشتغل مثلا حالتين في الاسبوع او ثلاث حالات في الاسبوع، ما كانش يقدر ياخد الاكسبيرينس بسهوله. لكن لما يبقى في الاسبوع الواحد ممكن الجراح يشتغل 15 20 حاله، ده معناه ان الموضوع بقى بالنسبه له زي حاجه سهله جدا. العمليات بقى وقتها قليل جدا، المنظار سهل على الجراحات، الإحساس بإجراء العملية، المريض ما بيحسش إنه عامل عملية. التخدير فرق جدا، والتخدير الحديث اللي طلعنا وجبناه من بره من بلجيكا الريكرونيوم ودربنا دكاترتنا عليه، خلى المريض بيحس ان هو مش عامل عمليه. مهم قوي موضوع التخدير ده، لا شك مفيش كلام. كانت في ناس كتير قوي بتخاف من التخدير، وبعد الاستعانه بالله سبحانه وتعالى لازم نستعين بالادوات الصحيحه، الادوات الانترناشونال المعتمده من العالم، عشان نضمن باذن الله ان احنا اخذنا بكل الاسباب الصحيحه ونوصل باذن الله لبر الامان من غير اي مشاكل. طيب معانا صور هنشوف عمليه تحويل المسار، او صوره نشوف الفرق بين تحويل المسار القديم وده الجديد. الصوره دي دكتور تشرح لنا بقى. ده التحويل المصغر للمعده، والعمليه بساطتها خلت ناس كتير
غيرت فكرتها تماما عن العملية القديمة وهي تحويل المسار. تحويل المصغر للمعدة أصبح في معدة كبيرة، المعدة الطويلة اللي نازلة فيها النقط دي تقريبا بدايتها، ودي بتتعمل ده أصغر مقاس بيتعمل فيه التحويل المصغر، بتساع من 200 لغاية 300 ملي. معناها إن حجم المعدة 8 أضعاف حجم المعدة الأولى في التحويل المسار القديم. يبقى المريض لما نقول ده التحويل المريض كان بياكل كمية قليلة قوي وما بيمتصش، لا، التحويل القديم كان بياكل كمية قليلة قوي اللي هو تحويل المسار. تحويل المصغر للمعدة المريض بياكل كمية كبيرة فبيقدر يستمتع بلذة الأكل لأنها نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. التحويل المسار القديم كان فيه قطع في الأمعاء في مستوى وتوصيلة بين الأمعاء والأمعاء تاني بتوصيلة أخرى، ده كان بيؤدي لنوع من زيادة حركة الأمعاء، وكان بيعمل نوع من حاجة اسمها دامبينج يخلي المريض لما يشرب عصاير يهبط بسرعة. الهبوط ده كان بيخلي المريض، طب هو بيحب العصاير، ده احنا عاملين له التحويل عشان بيحب العصاير، يمتنع عنها مع انه بيحبها. لا، التحويل المصغر عشان هو بنسميه لوب أناستموزس، يعني بيمشي في الاتجاهين، الدامبينج فيه قليل جدا. يبقى المريض هيقدر يشرب حلويات، يشرب عصاير، يقدر ياكل حلويات، ما تتعبوش وما تعملوش الدامبينج، الاحساس بالهبوط والمغصة اللي كانت بتيجي في التحويل المسار القديم، وفي نفس الوقت مش هيتخن لان 70% من هذه الحلويات والسكريات مش هتمتص. طب نشوف فيديو كمان عن تحويل المسار القديم وحضرتك تشرح لنا ونشوف الفرق. ده هيبقى معبر اكتر. بص حضرتك، تحويل المسار القديم احنا شفنا المعده هنا كانت بطول المعده، بص هنا المعده يا دوبك حته قد ايه، هي دي اللي شغاله. يعني المريء نازل وبعدين حته من المعده الصغيره هي اللي شغاله، ده كان تحويل المسار القديم. قطع في الامعاء، التحويل الجديد ما فيهوش قطع خالص في الامعاء. وبعدين وصل توصيله هنا وفي توصيله تحت بتتوصل مستخبيه في الكتابه اللي مكتوبه، التوصيله اللي تحت وتوصيله فوق اصبح في مسارين زي ما حضرتك شايف، عشان كده اسمه تحويل المسار. ده في مسارين، مسار ماشي لوحده من فوق اللي هو باللون الازرق واللي هو الاصفر وده يحمل الاكل فقط، ومسار نازل من تحت وهو العصاره المراريه وعصاره المعده اللي نازله من الجزء من المعده اللي اتعزل تماما. عشان كده ده مختلف تماما اسما وكيفا واجرائيا ونتيجه بالاحساس عن التحويل المصغر. لا يتشابه الا في الاسم. بس ده تحويل كامل بيحول الاكل في سكه اخرى خالص غير العصارة اللي جاية من البنكرياس أو العصارة المرارية. إنما التحويل المصغر لو نجيبه تاني ونجيب الفيديو بتاعه، طب نشوفه تاني، لقطعنا في الأمعاء. الأمعاء على نفس الاتصال بتاعها، وطالما ما قطعناش يبقى ما عملناش التوصيلتين الجداد، هو عمل توصيلتين عشان هو قطع، لكن احنا ما قطعناش زي ما حضرتك شايفة. الأمعاء ماشية في سكتها والمعدة صبت فيها مباشرة. يبقى انا ما غيرتش مسار العصاره البنكرياسيه على الاطلاق. وبالتالي المريض ما عندوش احساس الدامبنج او الهبوط لو كان حلويات او سكريات، ما عندوش الاسهال المزمن اللي كان في التحويل القديم، تحويل المسار كل اللي كان فيه قطع. عشان كده لما بنقول التحويل المصغر للمعده، خد بال حضرتك، انا بقول لحضرتك الكلام اللي الناس تقدر تفهمه، لكن على مستوى فيسيولوجي وبيولوجيكال عالي جدا، العمليتين مختلفين تماما. طبعا. طيب ايه الفرق بين تحويل المصغر للمعده والتكميم؟ لان الناس بتلخبط قوي وتقول انا مش عارفه ايه اللي يناسبني مثلا، او انا اروح للدكتور اقول له ايه، ومع ان المفروض هو الدكتور اللي يتكلم معاها او ينصحها، بس نعرف المشاهد اللي لسه بيسمعنا لاول مره او بيشوفنا لاول مره الفرق بين الاثنين. الحقيقه التحويل المصغر للمعده يعتبر عمليه من خطوتين، هي تصغير جزء من المعده وتوصيل هذا الجزء بالامعاء. التصغير وعزل ما فيهوش استئصال. التكميم هو خطوه واحده وهو تصغير جزء من المعده وبستأصل الجزء الاخر. يبقى انا استفدت بالتكميم تقريبا نص التحويل. عشان كده بنقول التكميم ينفع لناس وناس لا. التحويل ينفع لكل الناس. مين بقى الناس اللي بيناسبهم التكميم؟ ينفع
للناس اللي هم مش مدمنين على الحلويات والسكريات والنشويات بكثرة. ليه؟ الحاجات دي مهما صغرت المعدة، ولو عرضنا صورة التكميم هتبين أنا بعمل المعدة أنبوبة طويلة، كلمة سليف معناها كم، عاملة زي الكم. يبقى أنا صغرت المعدة بس مفيش توصيلة مع الأمعاء، هي مكملة في سكتها عادي على البايلورس اللي هي فتحة بوابة المعدة العادية خالص، ومكملة في سكتها الطبيعية على الأمعاء. بس أنا شلت جزء من المعدة، بالنسبة لنا هو جزء مضر، لأنه هو اللي بيطلع هرمون الجريلين اللي بيخلي فيه شهية زايدة للأكل، وبيطلع هرمون البي واي واي اللي بيقلل الحرق. دكتور احمد، ناس تقول لك لا انا استقصي الحاجه من جسمي ليه؟ ده هو ده اللي مسؤول عن انت بتاكل. احنا بنشيل جزء مضر، وهو جرى العاده في ناس بتقول لك لا انا لما اشيل جزء من جسمي ده حرام. يعني الحقيقه انا لا افتي في هذا الشان، لكن عندنا امثله كتير قوي بنشيل فيها اجزاء من الجسم، والحمد لله مش جزء مفيد. عمرها ما اتقالت اي جزء مضر لازم نشيله بالظبط. واحنا بنتكلم في الجزء الطبي، يعني المراره لما بيجي فيها حصوات وتبتدي تعمل مغص وقلق للمريض بنشيلها. القولون لو في زوائد، لو في بوليبس، لو في حاجه تقلقنا انه يبقى ورم بنشيل. لا احنا بنقول السمنه دلوقتي ما بقتش حاجه رفاهيه، يعني ده بتسبب امراض تانية كمان. الطحال لو بدا يكسر كرات الدم الحمراء ويعمل انيميا ويقلل الصفائح بنشيله. الكبد لو عمل جزء بنشيل منه فصله وفي مشكله. يعني اي حاجه الطب بيرى انها مضره للمريض احنا ما بنشيلش حاجه، لو ما بنغيرش في خلقه ولا حاجه، لكن بنشيل جزء اصبح مضر. والسمنه المفرده تعتبر اشد امراض العصر، لان بيطلع منها كل الامراض الاخرى. فالموضوع ده اتدرس على مدار اكثر من 20 سنه، ان هل استئصال جزء من المعده مضر؟ لا، الحقيقه مش مضر على الاطلاق، بيحقق نتائج ممتازه، صالح لفئه كبيره من العيانين، ويعتبر نص عمليه التحويل، وما فيهوش فيتامينز على الاطلاق، المريض ما بيحتاجش فيتامينات. التحويل المصغر المريض بياخد فيتامينات 6 شهور، يفرق عن تحويل المصاري القديم اللي كان بياخد فيتامينات العمر كله. يعني التكميم ما بياخدش فيتامينات، تحويل المصغر بياخد 6 شهور، تحويل المصاري القديم كان بياخد فيتامينات العمر كله. ففي فرق كبير بين خطوه صغيره بتضاف للعمليه على المريض، سواء في طريقه اكله، سواء في النتائج اللي بتتحقق، سواء في الدروباكس او الاثار الجانبيه اللي ممكن تنشا عنها. دكتور احمد، كل حلقه وكل فقره حضرتك بتكون معانا فيها وبنتكلم عن جراحات السمنه بتاكد قوي على ضروره واهميه الادوات المستخدمه، لان الادوات بقت كتيره قوي، والصيني والتقليد والهاي كوبي والحاجات دي. نجاح العمليه متوقف عن نجاح الادوات المستخدمه؟ يعني هو جزء لا يتجزا من سلسله الاجراءات اللي باذن الله بعد توفيق ربنا تضمن لنا النجاح. لأن دايما بنقول العمليات بتاعتنا على قد ما احنا بنقول هي سهلة إجرائيا، نتائجها قوية جدا، بس لازم نحط في الآخر مع اتباع المعايير الدولية في إجرائها. لكن لو احنا أخلينا بالمعايير تبتدي المشاكل تظهر. لو احنا رحنا استخدمنا الطرق التقليدية في التخدير مع مريض عنده سمنة وعنده كرشة نفس وعنده مشاكل في القلب، نبتدي نشوف المشاكل بتاعه التخدير. فلما يحصل ونقول المريض الفلاني جه يعمل عمليه حصل له مشكله، طب ما هو ده مش معنى كده ان كل المرضى يحصل لهم، بس ده اساءه في استخدام حاجه معينه او اختيار ادوات تخدير. لما نيجي نقول المريض عمل عمليه وحصل منه كذا وكذا وكذا، طب ما هو احنا ليه متخيلين ان كل المرضى كده؟ لا، ده في خطا، في اجراء معين حصل، في ادوات غير صالحه. مش هنقول انها لازم تعمل مشاكل، بس هنقول انها 99% كويسه، وبتيجي في عيان من كل 10 عيانين تعمل مشكله، دي نسبه كبيره جدا. يعني معنى كده الجراح ده هيبقى عنده كل اسبوعين ثلاثه مشكله في عيان. يبقى ده اساءه في استخدام الادوات، وبالتالي مش العيب في العمليه، العيب في الاجراء نفسه. لكن لو احنا باذن الله تبعنا المعايير الدوليه، سواء في التخدير، في الأدوات، في الإجراءات، في التحضير، فيما بعد العملية، بإذن الله العمليات آمنة، زي ما قلت لحضرتك أكثر أمانا من إجراء عملية المرارة العادية والزايدة العادية والقيصرية اللي الستات كلها بيعملوها. لأن العملية سيمبل وبسيطة، وإجراءاتها وبالمنظار كمان خلى الموضوع كأنه مش عملية.
هي بسيطه بس تفاصيلها كتير، وزي ما انا قلت في الانترو خبره الطبيب مهمه قوي يا دكتور، او اختيار الطبيب اللي عمل عمليات كتير وشفنا له بقى، يعني شفنا له تجارب فعلا ناس بتيجي تتكلم وبتحكي هي عن العمليه كمان. شفنا ناس كتير قوي حتى في دول حتى مش في مصر يعني بيشتكوا من مثلا عمليه التكميم عشان الادوات مثلا المستخدمه ممكن تفشل فعلا عشان الادوات. هو الحقيقه يعني في بعض الدول الشقيقه برضو بيتم الدعاية على العمليات وإزاي نقلل التكلفة، وده بيبقى بيجذب بعض الناس وبيبتدي بقى إن إحنا عشان خاطر نقلل التكلفة بمستوى معين نبتدي نلاقي نفسنا وقعنا في المشاكل. الحقيقة ما يصحش إن إحنا نبقى بنعمل حاجة لإنقاذ حياة مريض، السمنة المفرطة خطر بيهدد حياة مريض، وعشان نحسن مستوى حياته ونخليه يعيش حياة أفضل ويتفاجئ إن هو عنده مشاكل كان سيء الحظ ووقع في مشكلة بسبب إن إحنا حاولنا نخفض له في أدوات المفروض إنها معايير وبوظ حاجات تانية، لأن لا قدر الله محدش بيتقبل هذا الإجراء. ولو إحنا عرضنا المريض نقول له مثلا احنا ممكن نقلل لك التكلفه بس هنقلل لك في الاجراء وفي نسبه خطوره كذا، هيقول لا انا مش هعمل خالص طبعاً. فاحنا لو احنا صراحة مع المريض نقول له احنا عملنا لك هنعمل لك كذا بس هنيجي شويه على الحاجه الفلانيه، المريض مش هيوافق. اكيد احنا دايما بنقول يا نعمل صح 100% يا ما نعملش على الاطلاق. طيب المريض اللي بيجرى عمليه التحويل المصغر بيقعد قد ايه في اوضه العمليات؟ بيمارس حياته بشكل طبيعي في قد ايه بقى؟ يعني العمليه بتستمر في حدود ساعه وربع، يحتاج يقعد في المستشفى يومين، ويومين ده عشان يشرب جوه المستشفى، يعمل التويليت بتاعه عادي، يخرج طبيعي خالص، بحيث يقدر يباشر حياته مباشرة. وحتى لو هو بيسافر بيسافر مباشرة، يعني يجي لنا الناس من المطار على المستشفى ومن المستشفى على المطار ويباشروا حياتهم عادي خالص. في موانع دكتور؟ يعني حضرتك ممكن يجي لك مريض عايز يعمل عمليه تحويل المصغر، حضرتك تقول له لا بيشتكي من حاجه معينه، فتقول له لا لازم نستنى شويه لغايه ما تتعالج او تشفى تماما من والله المرض. احنا طبعا لازم بنعمل تشيك اب كامل للمريض. في حاجات معينه ممكن تخلينا نقول لا نستنى نظبطها، لو في انيميا حاده، لو في سيوله زايده، لو في مشاكل بتخلي عضله القلب ضعيفه، يبقى لا لازم نظبط الاول الحاله الصحيه وبعدين عشان نضمن ان شاء الله اجراء العمليه بامان. وبعد العمليه تخيلي كل المشاكل دي بتتصلح. يعني مريض القلب في ابحاث عالميه درست بس تاثير هذه الجراحات على القلب. المريض اللي كان متحدد له انه يعمل قسطره ودعامه بعد العمليه ما احتاجش يعمل حاجه. المريض اللي كان متحدد له يعمل عمليه قلب مفتوح عشان ضيق في الشرايين بعد العمليه بيكتشفوا ان الشرايين القلب اتوسعت تماما والكوليسترول نزل واصبح الدوره الدمويه للقلب والمخ اتحسنت جدا. طبعا مش هكلمك بقى عن المفاصل والوزن التقيل تاثيره طبعاً. السكر طبعا لا شك الضغط بيروح مباشره من بعد العمليه. عايز اقول لحضرتك المريض بيبقى داخل بشنطه ادويه فيها 15 20 دواء، بعد العمليه يتفاجئ ان هو الحمد لله ما بياخدش اي دواء. وحضرتك جبت لنا حالات حالات كمان حيه هنا في الاستوديو وامثله ونماذج، وهم اللي حكوا يعني في ناس كانوا بياخدوا انسولين او عندهم السكر من نوع تاني، لا وقفوا اي حاجه بقى بياكلوا اللي هم عايزينه. في احتياطات ما بعد اجراء عمليه التحويل؟ يعني في متابعه مثلا من حضرتك المريض بيجي لك مثلا كل فتره ولا لا؟ هو الحقيقه احنا بندي المريض كورس غذائي اول شهر، مش دايت لكن هو نظام تدريجي بنعود المعده والامعاء على الوضع الجديد اللي احنا عملناه. يبدا بعصاير، بعد كده مسلوق، على نص الشهر بيبتدي يدخل العيش، خضار، فاكهه، خضار عادي. تدريجيا على اخر الشهر بياكل كل حاجه، نقول له كل زيك زي اي فرد في البيت، بس هتلاقي نفسك كلت كميه بسيطه شبعت. ده حسب حجم المعده اللي احنا عاملينها وحسب احنا محددين له هو هيخس قد ايه، بس بيكون راضي يعني بياكل وشبعان وراضي، هو ما عندوش اي نوع من الحرمان. لان هو بيجوع عادي لكن ما عندوش النهم الشراسه في الاكل. هو ده المطلوب يا دكتور احمد، انت عملت لنا اللي احنا عايزينه بالظبط. دكتور احمد طبعا احنا جات لنا رسائل كتير على الصفحه بتاعتنا بتشكر حضرتك على العياده اللي فتحتها لسه قريب في الصعيد، لانهم كانوا فعلا بيتعبوا قوي لما بيجوا من الصعيد لغايه القاهره، ده مجهود وعالجتهم من مشكله كانت بتسبب لهم امراض كتير قوي وهي السمنه طبعا والسكر، فبيشكروك جدا. انا لازم كنت اقول الرساله دي موصينا يعني. ميرسي جدا يا دكتور نورتنا وبنستفاد من حضرتك
حضرتك ومعلومات اللي ما بنشوفهاش مع اي دكتور، ما بنسمعهاش مع اي دكتور. بشكرك جدا استاذ دكتور احمد السبكي استاذ جراحات اسنان والسكر بجامعه عين شمس. وبكده خلصت فقرتنا النهارده، استنونا ان شاء الله فقرات جديده من طبيب الحياه. الى اللقاء. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، اهلا بيكم. فقره جديده، فقره انتوا اللي مختارينها بناء على طلبات حضراتكم من طبيب الحياه. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا انجي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. مساء البرد عليكي وعلى كل المشاهدين. الجو بقى ثلج. لا وهنا الثلج مضاعف. لا واضح كده ان فصل الشتاء السنه دي داخل بقوه. كل سنه نقول كده. وعشان كده احنا بنتكلم بقى، جايين نتكلم النهارده عن الناس اللي بتاكل. انت عارفه فصل الشتاء الناس كلها بتاكل البطاطا بقى بالليل وابو فروه والاكل وشوربه العدس والكلام ده. ايه ابو فروه؟ مش عارفه ابو فروه؟ والله العظيم ما اعرف ايه ابو فروه. النهارده هعزمك على ابو فروه. طب قولي ايه هو عشان انا ما ابو فروه دي حاجه عامله زي البطاطا كده بتتسخن. ايه ده ثواني، هو عامل نفسه فاهم والمخرج بيقول لي مش بطاطا. ابو فروه مش عارفه حاجه كده بتتفتح يعني عامله زي البطاطا كده جميله قوي. لا يعني لا بس والله لا هتجيبها لي انت اللي عملت كده في نفسك. هنجيبها لك. احنا عايزين نتكلم النهارده على الالياف وقصص النجاح اللي حصلت مع استخدام الالياف. وبنرجع كده نراجع مع السادة المشاهدين ان الالياف الطبيعيه دي احلى حاجه لانقاص الوزن، لان هي الحاجه الوحيده اللي بتقارب الطبيعه. احنا بنرجع ونقول يا جماعه اللي عاوز ينقص وزنه لازم يقلل من كميه الاكل اللي بياكلها. مفيش كلام في هذا الموضوع. اللجوء للادويه ممكن واحد يجي ينجي يقول لك ايه يا دكتور انا عايز انزل في الوزن، اديني حاجه تزود الحرق. على فكره فكره التمثيل الغذائي او الحرق انت اللي هتزودها عن طريق العادات الغذائيه السليمه، عن طريق انك تقلل كميات الاكل بتاعتك وتاكل بشكل منتظم بكميات قليله، بتاكلها بشكل منتظم لتحفيز التمثيل الغذائي. عايز اقول لك قبل ما نتكلم بقى عن الالياف، انا بشكرك اكيد عشان انت يعني بتظبط امورك كده كمذيع وكاستشاري في علاج السمنه، وبناء على رغبه المشاهدين زي ما انا قلت كده على الصفحه بتاعتنا بتكلم بطريقه علميه معانا عن الالياف. بصي الالياف فكرتها كلها ان هي حاجه بتملى المعده عشان تشعري بالشبع. كل ما المعده الاحساس الشبع بيجي ازاي؟ عن طريق تمدد المعده. لما بتاكلي طبعا حجم المعده اختلف من واحد للتاني نتيجه الوزن الكبير، حجم المعده كبر فبالتالي محتاج كميه اكل اكبر عشان يشعر بالشبع. هنا الفكره كلها لما بندي الالياف وبناخدها قبل الاكل بتملى في المعده، بتشغل حوالي 3 ارباع حجم المعده، فبتسيب لك جزء صغير قوي، فبمجرد ما بتاكل كميات اكل قليله فانت بتشبع. الفكره كلها ان اغلب الناس ما بتقدرش تكمل الدايت نتيجه لعدم الشعور. واحد كان بياكل طبق رز كبير فازاي هتقول له كل 4-5 معالق ويكون مبسوط ومستريح نفسيا؟ هنا الالياف ال4-5 معالق رز دول بتشبعك وبتخليك مبسوط. الحاجه الثانيه ان الدايت كان دايما بيعمل حاله من الاكتئاب للناس نظرا لكميات الاكل القليله فبيكتئب. هنا الالياف نفسها فيها مواد بتساعد على حاجه زي التريبتوفان، حاجه بتساعد على ان الناس تكون مبسوطه فبالتالي ما عندكش مشكله. الحاجه الاساسيه واللي دايما بكررها ودايما في طبيب الحياه انا وانجي بنتكلم فيها هي فكره ان الادويه اغلبها اقراها هتلاقي ممنوعه لمرضى الضغط والسكر والقلب. صحيح، موانع او فيها اثار جانبيه. وممنوعه للاطفال اللي اقل مثلا من 12-13 سنه. هنا اللي بياكد هنا ان الالياف حاجه طبيعيه وانا متشجع لها جدا جدا جدا، لان زي ما احنا قلنا لا بديل عن نقص كميات الاكل، لا بديل عن اننا نحكم كميات الاكل بتاعتنا بما يتناسب مع طولنا وسننا والكلام ده كله. دي حاجه مساعده. بالظبط حاجه مساعده. هنقلل الاكل بس دي حاجه مساعده للي مش قادر، للي بيروح رجيم يا احمد بيعمل رجيم او بيروح الجيم بيعمل رياضه ومش قادر يخس، احنا هنساعدك تقفل بقك شويه وتقلل كميه الاكل وتبقى مرضي وتبقى شبعان. احنا النهارده زي ما انا قلت هنستغل دكتور احمد عبد الله بصفته استشاري علاج السمنه، وكمان هنقول طب انا ابتدي بقى في مفاجاه كمان محضره لكم، قاعدين يقولوا في كنترول كلام كتير فانا مش مركزه معاك عشان ايه المفاجاه. اديني المفاجاه بقى، استنى عليها شويه ندخل في المسجات اللي انتوا بعتوها لنا الاول وهنعمل كمان التجربه بالظبط عشان نكون متعايشين كده مع الناس ونجاوب على كل اسئلتهم. طيب معانا اول مسج جات لنا محمد عبد الله. محمد عبد الله بيقول ان هو من مصر وبيحتاج ينزل الدهون اللي في جسمه، وكمان بيقول هو عنده ضغط وعنده دهون كتيره قوي، ففي امكانيه ان الالياف دي تنزل لي الدهون وطبعا تشفيه من الضغط. محمد بيه انت الفكره كلها ان انت عندك الدهون الزياده دي عباره عن وزن زياده، احنا الوزن بتاعنا الزياده اغلبه بيكون دهون، فبالتالي لازم تعرف ان انت لازم تقلل كميات الاكل بتاعتك عشان الدهون تنزل. احنا لما بنقلل كميات الاكل عن اللي جسمك بيحتاجه جسمك لازم ياخد الطاقه، لما هياخد الطاقه هياخدها منين؟ هيبتدي يكسر الدهون اللي جواه
عشان ياخد الطاقة اللي هو محتاجها. فطبعا الحاجة التانية ان انت لما تقلل كمية الاكل، لما تاخد الالياف هتقل كمية الاكل، هتقدر تتحكم في شهيتك، فبالتالي الدهون هتقل. الحاجة التانية الدهون اللي موجودة عندك دي هي اللي مسببة لك الكوليسترول وهي اللي مسببة لك الضغط العالي. فمجرد نزولك في الوزن 10 كيلو، او على فكرة في حاجة جميلة جدا، نزولك 5% من الوزن الزايد، يعني لو واحد زايد 40 كيلو لو نزل مجرد 4 5 كيلو انت في حمايه من الضغط والسكر بنسبه 50%. فبالك لو كملنا معاك لحد ما تنزل ل 40 كيلو، السبب الرئيسي للضغط والسكر والكوليسترول هو وزنك الزياده والدهون اللي عندك، اللي مع نقص كميه الاكل هتقدر تتحكم بشكل كبير جدا وهتنزل طبعا. طيب في حد مش باعت اي تفاصيل خالص، واحنا بنطلب التفاصيل يعني الوزن والطول وهل بتعاني من اي امراض تانية، بس حد طالب طريقه الاستخدام، لان في ناس كتيره قوي بيستخدموها غلط يا احمد، في ناس كتير بيشربوها بالظبط. احنا جالنا كتير جدا ان انت بتشربها، لذلك هنراجع معاكم طريقه الاستخدام على الهواء يعني. على الهواء احنا بالنسبه لنا هي عباره عن الالياف دي عباره عن اكياس. هنعمل تجربتين اتنين، اول تجربه هي الالياف هتتكون ازاي، هنقدر نستخدمها ازاي. تاني تجربه هي ان الالياف بتتحد مع الدهون اللي موجوده فبتقلل من كميه الدهون اللي انت بتاخدها، لان هي بتمتص الدهون وتنزل بيها في الاخراج. فبالتالي هنوريكم ازاي الالياف بتكون بتتحد مع فكره الدهون. احنا عايزين عشان ما يتلخبطوش، احنا هنعمل لهم بس. اوكي هنعمل لهم التجربه اللي هم هيشربوها، انت هتعمل لهم التجربه اللي هم هيشربوها بالظبط، وانت هتعملي تجربه بالظبط، وانا دي اللي بيحصل جوه المعده بتاعتكم بالظبط. ادي كيس الالياف اهو، احنا بنحطه في الميه كده تمام، بنفضيه. هي عباره عن 5 الياف غذائيه مكونه بهاي تكنولوجي، كلها مكونه من مكوناتها كلها من الاتحاد الاوروبي. ده عايز اقول لك ان الالياف معتمده من وزاره الصحه المصريه ومعتمده من الاتحاد الاوروبي ومنظمه الغذاء والدواء الامريكيه. النقطه دي الزيت بالظبط، هتحطي الالياف هنا، بنقلب المنتج او الالياف دي بنقلبها كده اللي انت بتعمله تاني بالظبط. دي طريقه الاستخدام، الاكل مش الشرب، انت بتكونها كده بتقلبها لحد ما تكون ماده لزجه. انت هتلاقي نفسك المعلقه وانت بتقلبها بقت فيه مقاومه شويه، يعني ما عادتش زي الاول بقت لزجه شويه. احنا عاوزين نحولها لماده زي الزبادي كده، بنبتدي ناكلها زي ما انت شايفه، بمجرد بصي قلبتها جمدت. جمدت كده، هي بتبقى ماده صلبه كده جوه المعده. يعني استنوا تقلبوها، ما تحطوش الباكت وتشربوه على طول، يبقى بالزبط. سيء لازم بالزبط. يبقى هي حتى طعمها شوية. انا ممكن اجرب قدام الساده المشاهدين عشان يطمنوا. اوكي طبعا الكوبايه الثانيه اللي فيها الزيت انا حطيت طعمها كمية. طعمها مستساغ جدا. طيب دي الفكره. مش دواء، ما احنا بنتكلم ان هو مش دواء، ده حاجه يعني ايه ترفيهي كده، بدل بالزبط. كل يوم علبه زبادي ممكن تاكله. بالظبط. على فكره طعمها حلو. أوكي. فعلا جدا. بتاخدها بمجرد ما بتاخدها، دي هتاخدها قبل الوجبه الرئيسيه مثلا بحوالي ساعه. يعني انا بفضل دايما الناس تاخدها في بعد الظهر مثلا كده. عشان تبتدي تغطي معاك 15 ساعه. بياخدوها وبعدها كوبايتين ميه. لازم كوبايتين ميه، ما احنا بنقول هي الياف بتمتص الميه، لما بتمتص الميه بتبتدي تكبر في المعده. وزي ما هي عامله الماده الصلبه اللي انت شايفاها دي، هي بتكون في المعده نفس الفكره كده، بس بتبقى بحجم اكبر لاننا شربنا بعدها كوبايتين. بتقفل المعده، بتقفل المعده نتيجه انها بتقفل المعده، فبتسيب جزء صغير في المعده موجود. انت بمجرد ما بتاكل زي ما احنا بقى بنقول 3 4 معالق رز، بتشبع، بتبقى مبسوط وبتشبع، خلاص انت بتوصل رساله الشبع للمخ، انت خلاص بتشبع. الحاجه الثانيه، انت المعده دلوقتي ما بقتش مفتوحه بشكل سهل ان الاكل يمر فيه، فبيمر الاكل ببطء. مرور الاكل ببطء هيخليك تستهلك سعرات حراريه اكتر، هيخليك تشعر بالشبع بشكل لمده طويله. تنيها الكتله دي في المعده 15 ساعه وبعدين تنزل في الاخراج بدون اي امتصاص. انت قلت لنا برضو دكتور احمد ان هي شبه شويه بالون المعده، بس دي مش عمليه، مش بالزبط. جراحه، مش رجيم كمان هيبقى رجيم قاسي، لا انت هتاكل كل اللي نفسك فيه. دي حاجه بتملى جزء من المعده زي ما دكتور احمد قال. تاني هنكرر تاني الموضوع ده بيجي لنا كتير قوي، لازم تاكلوها صلبه كتله زي ما احنا شايفين، جامده كده، مش عصير، مش حاجه سايله بالظبط. دي اللي هتاكلوها، دي التجربه اللي بتحصل جوه المعده. طبعا شايفين الماده الدهنيه، الباكت او الالياف بتاخدها بدات الماده الدهنيه بالظبط بتتحد معاها. دي الحاجه دي الدهون اللي انت بتاكلها، فبتكون الالياف بيكون معاها منتج، بيتكون معاها مركب بيبتدي ينزل في الاخراج. الحاجه الثانيه الدهون اللي موجوده في الجسم بتحولها من ماده شمعيه لماده ذائبه، تروح لمصانع الطاقه او مصانع استهلاك الطاقه في الجسم اللي هي الميتوكوندريا، تبدا تكسرها وتخلص، تخلص من الدهون. برجع واقول هنا مرضى السكر والضغط، انت هنا
حتى مرور الاكل ببطء في المعده بيخلي الاكل يمتص ببطء، وبالتالي انت محتاج جرعه يعني الانسولين يطلع بجرعات بسيطه، فبالتالي ما عندكش لما تاكل 4-5 معالق رز يطلع السكر مره واحده، انت ما عندكش انسولين كفايه فيبتدي يرتفع السكر. هنا انتظام تنظيم السكر، انت بتفاجئ ان السكر منتظم بصوره طبيعيه نظرا لان انت اكلت، فالاكل بيمتص بشكل بطيء فبالتالي السكر ما يرتفعش مره واحده. مع نزول الوزن مع نزول الدهون هنا بتتحكم في درجه كبيره جدا في السكر والضغط. فهنا ده الاختلاف يا جماعه، ده مش دواء، ده مش حاجه من اللي احنا من الكيماويات اللي اغلب الناس كانت بتاخدها لفترات طويله جدا وبالتالي ما فيش اي تاثير، او اذا كان تاثير تاثير مؤقت نتيجه للادويه اللي انتوا فاهمينها انها بتزود الحرق بيكون فيها مركبات بتأذي شويه الى حد ما، بمجرد ما بتبطلها بيزيد الوزن بشكل، وكلنا جربنا. انا اعتقد يا انجي ان مفيش حد ما جربش الادويه الحارقه للدهون طيب. والادويه بتاع وبعدين يدخن تاني لان انت بتحط جسمك في تاثير هرموني وحش. طيب المفاجاه اللي انا عاملاها ليك كل الساده المشاهدين، هنستقبل تليفونات في الفقره دي يحكوا لنا عن تجربتهم مع الالياف الطبيعيه، ونشوف اول تليفون معانا. معانا مدام رضوى من المنصوره. الو الو. ايوه مدام رضوى ازيك؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. احكي لنا بقى عن تجربتك مع الالياف، كنت وزنك قد ايه ونزلتي قد ايه؟ والله كان وزني كتير، كان 130. ونزلت في خلال 12 يوم بالظبط. طولك قد ايه يا مدام رضوى؟ 160. 160 سنتي، تمام. ونزلتي في قد ايه؟ 12 يوم 10 كيلو. في اسبوعين 10 كيلو؟ في اقل من اسبوعين. لا انت لازم تبعتي لنا الصوره قبل وبعد. احكي لي كده، احكي لي كده، كانت وجبتك عباره عن ايه؟ يعني انت كنت بتبقي مبسوطه ومستريحه نفسيا لما تاكلي قد ايه في وجبه الغداء مثلا؟ مع الالياف؟ لا قبل الالياف بقى. عادي، وجبه عاديه. كنت تاكلي طبعا يعني كانت كميات الاكل كبيره؟ طبعا. طيب دلوقتي وجبتك بتتكون من ايه في الغداء؟ يعني وجبه برضو عاديه، بس ما كنتش بقدر اكل زي الاول خالص. يعني بعد 3 4 معالق رز بتكوني مبسوطه؟ شهيتي مقفوله جدا 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 لمده 16 ساعه تقريبا. طب والصحه بقى يا مدام رضوى، احكي لنا كده يعني. لا لا الحمد لله كويسه جدا. وحالتك النفسيه يعني. ومزاجك اهم حاجه، مزاجك يا مدام رضوى يبقى كويس ومع الاستمراريه كمان يعني. لسه كمان هتنزلي في الوزن او انت ناويه تنزلي في الوزن تاني؟ طبعا. تقدري تقولي لنا عمرك قد ايه ولا بلاش؟ 40. صغيره ونزلتي. لا ده تساوي 10 كيلو في اسبوعين ان شاء الله مع الاستمرار. والطريقه دي يا مدام رضوى اللي انت ماشيه بيها هي دي الطريقه السليمه اللي احنا عايزينك حتى ان شاء الله بعد ما تنزلي في الوزن تتعودي انك تاكلي كميات اكل بسيطه على مدار اليوم بشكل منتظم. هنا الطريقه دي هتحافظ لك على وزنك ان شاء الله على طول، يعني تنزلي في الوزن وتنيكي محافظه على وزنك على طول. في اي مشاكل صحيه يا مدام رضوى؟ لا خالص الحمد لله. طب الحمد لله الحمد لله. لا ان شاء الله بالاستمرار، واحنا بنشكر حضرتك جدا على اتصالك وان شاء الله تستمري ونشوفك كده 70 كيلو ان شاء الله. شكرا يا مدام رضوى ونقول لك الف مبروك بقى، وكلمينا وابعتي لنا صورتك على الصفحه واحنا هنعرضها لو ما عندكيش مانع يعني قبل وبعد. يعني 10 كيلو يا جماعه في اقل من اسبوعين بالظبط، ويعني السيده مش كبيره سنها، مش كبيره 40 سنه مش كبيره، فيعني ما تعبتش طبعا. وبتاكل اللي هي نفسها فيه، بتاكل اللي هي نفسها فيه طبعا. التحكم في الوزن، بتتكلم 130 كيلو، هنا احنا عرضه لامراض الضغط. دي سمنه مفرطه يا احمد طبعا، دي سمنه مفرطه. هنا اللي انا دايما بحكيه لك ان انا بقول لك ان هنا احنا مصرح بينا للضغط والسكر والقلب. ده الاختلاف ما بين اي حاجه والالياف. طيب احمد استاذنك واستاذن كل المشاهدين، نروح لفاصل صغير ونرجع مره ثانيه، استنونا. الو ازيك؟ يا انجي ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ قولي لي بسرعه جدا. انا الحمد لله يا حبيبتي. ازيك يا امل؟ قولي لي بقى استخدمتي الالياف؟ يا دكتور ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. بصي يا دكتور، طبعا انا شفت الالياف الطبيعيه اساسا وحضرتك بتتكلم على الالياف الطبيعيه، فانا جبتها بجد هي فرقت معايا كتير جدا. وزنك كان قد ايه؟ وزني 97.5. وطولك؟ طولي 164. في اي مشاكل صحيه؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. قولي لي بقى ايه اللي انت حسيتيه بعد ما خدتي الالياف؟ يعني ايه اللي قدرتي تتحكمي فيه؟ بصي يا دكتور، هو انا طبعا في الاول انا اخدت الطريقه غلط خالص. كويس. وعرفت طبعا الطريقه الصحيحه، فبدات ان انا اخده صح بقالي دلوقتي 5 ايام. في ال5 ايام دي انا فارق معايا كتير قوي، في حاجات كتير قوي فارق معايا، في الاكل فارق معايا، في الفطور فارق معايا، في الغداء كويس، فارق معايا بقى في المعده كتير قوي قوي. طب بتحسي بايه يعني؟ بتحسي بشبع مثلا؟
بقيت احس بشبع كتير قوي. كميه الاكل بتاعتي قلت يعني. انا ممكن كنت على الفطار ممكن اكل رغيفين يعني، طبعا اكيد انتوا هتضحكوا يعني. لا 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 ابدا. لا لا بالعكس. لا هي شهيتك كانت مفتوحه، شهيتك كانت مفتوحه. شهيتي كانت هو الاكل متعه، الاكل متعه، فاحنا عايزين نتمتع بالاكل بس نعمل كنترول الكميات بس مش اكتر. لا انا عايز اقول لحضرتك ان انا دلوقتي على الفطار بتاعي مثلا نص رغيف. تمام. وفي الغدا؟ في الغداء لا، في الغداء بقى اكلي قليل جدا. انا كنت ممكن اكل طبق رز كبير، اكل معاه خضار، النشويات، اللحوم، الحاجات دي. لا دلوقتي طبعا فرق كتير جدا جدا. نزلتي كام كيلو؟ نزلتي كام كيلو؟ انا في الخمس ايام نازله بالظبط 2 كيلو. جميل، ان شاء الله نبارك لك بقى وانت وزنك مثالي ان شاء الله يا امل. بنشكرك يا مدام امل، ميرسي جدا على تليفونك، وللاسف وقت فقرتنا يا احمد انتهى. بشكرك الواحد جداً. كان عاوز يتكلم لسه مع الناس اللي التجارب الناجحه دي بتبقى حاجات جميله نكملها ان شاء الله دكتور احمد في فقرات ثانيه. استنونا ان شاء الله فقرات جديده من طبيب الحياه. الى اللقاء.